350 شركة مستوردة، غرفة تجارية بتستضيف أصحاب معارض ومستوردي السيارات في محافظة طول كرم للتباحث وتداول في المشاكل الناتجة عن طريقة احتساب الجمارك المفروضة على السيارات المستعملة والمستوردة من الخارج، واللي بالتالي سوف يكون لها أثر سلبي على نمو واستمرارية هذا القطاع. راح نفهم المشاكل اللي بالضبط راح يعانوا منها وكيفيه العمل على حلها وعمل توصيات مناسبه للجهات المعنيه للعمل على اعاده الامور الى طبيعتها والعمل على نمو وازدهار هذا القطاع. قبل اشهر تم كلام داخلي في الجمارك ومع اتحاد مستوردين السيارات، وطلع لؤي الحناش مدير عام الجمارك ونفى انه في رفع على الجمارك، واليوم رفعوا ما نسبته على الجمارك 30%، واليوم في اضراب في كل الضفه الغربيه في كل الشركات، كل معارض السيارات تصل لحوالي 350 شركه مضربين بسبب هذا القرار اللي راح يرفع سعر السيارات بشكل كبير جدا، مش بصالح لا المواطن ولا بصالح التجار ولا بصالح اي شخص. بس يرتفع الجمرك على السياره، نفترض مثلا الكيامور نقدر ندفع سعرها حوالي 7000 شيكل وتصل الى لحد 40 50000 شيكل بنسب متغيره. المواطن بس يجي يشتري سياره من هذول السيارات الكيا او الهونداي او اي نوع سياره بقدر يلف على يمشي على 50 معرض ويفاصل وينافس وياخذ السعر الحقيقي، بس ياخذ انت تقرب السعر السياره على الوكاله راح يشتريها هو بس من الوكاله، وبالتالي بيكون يعني حدد معدود بيشتغل فيها. احنا لنا حق نشتغل كتجار مستعمل والوكلاء لهم حق يشتغلوا كتجار مستوردين، والقيم الجمركية ارتفعت فقط على المستعمل، وهذا يعني ليس بعدل يعني. والناس اللي اخوان بيحكوا اول مره بصير اضراب بالشكل هذا موسع وكبير، لانه القطاع يعني مش راح يقدر يتحمل. قبل كانوا يرفعوا بنسبه 100 200 300 500 دولار على الجمرك، ما حدا كان يحكي، بس اليوم هذا الارتفاع مش راح حدا يقدر يشتغل في الموضوع هذا.